خلال هذه الفترة تشهد الساحة الفنية السعودية حراك كبير من خلال مهرجان أفلام السعودية في دورة العاشرة. هذا الحدث الثقافي السنوي المميز ينفذ مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء بتنظيم من جمعية السينما السعودية وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، ويجمع هذا الحدث صناع الأفلام في بيئة سينمائية ملهمة تهتم بتطوير هيكل الأفلام والسيناريوهات وتوسع نطاق برامج عروض الأفلام لتشمل أفلام مختارة على المستوى العالمي والعربي. تبعنا جميعا هذا الحدث الضخم واللي فاق توقعاتنا في قدرة المواهب السعودية على صناعة سينما حقيقية تعبر عن السعودية ومجتمعها وإصالتها وحضارتها، وسط حضور لافت على السجادة الحمراء السعودية واللي تألق عليها نجوم الفن السعودي والخليجي. طيب، كيف شفتوا مهرجان الأفلام في دورته العاشرة؟ ينافس المحافل العالمية، مستواه جدا عالي. وطبعا ما هي غريبة، احنا شفنا المناسبات السابقة اللي صارت لها علاقة بالسينما وبالتمثيل وكذا، منافس جدا يا اخي للفعاليات العالمية اللي متعلقة بالافلام، والناس تقدر تحجز تذاكر وتحضر الافلام الموجودة. يس نعم، وافلام مميزة حصرية موجودة هناك ما تلقاها في مكان ثاني. فهذا الشيء الجميل، ان لازم نعطي فرصة ونعطي الشيء هذا اهمية كبيرة، لان شيء زي كذا انا اقدر اوصل فيه كل كلام الشباب، ومثل ما قلت يعني السعوديه لين الله نقدر نقول الاحداث اللي تصير عندنا وبشكل كويس جدا، ونوصل وتجمع ثقافي رهيب مثل ما قالك نواف، تطور الصناعه شيء خرافي شيء السمر. وبعدين ايش احلى منك تشوف فيلم قبل الناس، لانه بالضبط. في افلام تشارك في مهرجانات مثل هذه وبعدين تعرض في السينما. ترى هذه اللي يقول لك ايش الحين، يقول لك تقييم المشاهير وتقييم النقاد الارتستيك النقاد، هذا ترى هذا اللي قاعد يقول لك ممكن تصير من احد النقاد ترى تحجز ترى كمان اضافه على كلام نواف العصيمي صار اعلامي ممكن تصير ناقد. انا مختص ناقد في الافلام ايضا بعد ايضا في السينما. طيب، اضافه على كلام ماجد، السينما ترى احد ادوات القوه الناعمه. بالضبط. طيب، فاحنا عندنا دور مره كبير ومهم